طريقة تحديث وترتيب قنوات الريسيفرات لعام 2023 ازاي ان انت هتنزل احدث الترددات على الريسيفرات ال اتش دي في عملية لا تكاد تستغرق بالظبط الدقيقة، ده اللي احنا كالعادة بنعرضه في كورسات اونلاين. السلام عليكم، اهلا بكم. طبعا قبل ما انسى سريعا واجب عليا ان انا اقول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. ندخل في موضوعنا على طول. الفيديو دوت احنا مش هنقدم فيه حاجة اكتر من اننا هنتكلم في الموضوع بالتفصيل، او بمعنى افضل للناس اللي ما بتحبش الكلام الكتير، انا هحطك على الطريق اللي انت بنفسك تقدر تجيب ملفات قنوات الريسيفر من الاي تو زد، وتحديدا ريسيفرات المعالج السام بلس 90% اللي هي التايمر والجو تو والال ام. طبعا اتكلمنا في التكنيك دوت وهتلاقي كل الفيديوهات ديت موجودة في قلب القناة. الفيديو اللي حضرتك بتشوفني منه دلوقتي دوت بشرح فيه البي ليست اللي هي موجوده لا اكتر ولا اقل. البي ليست ديت عباره عن ايه؟ اول حاجه ان انا بحدد نوع المعالج. ليه بحدد نوع المعالج وليه اهميه تحديد نوع المعالج؟ لان الريسيفر بتاعك لو خد ملف غلط بيبوظ الفلاشه بتاعته، مش الفلاشه اللي هي راكبه في الريسيفر اللي انت بتحطها بتنزل من خلالها الملف، لا، فلاشه الريسيفر نفسه بتبوظ، فبالتالي بتضطر ان انت تشحن له شحن فلاشه، ودي بيكون تكلفتها عاليه في حاله لو انت نزلت الملف دوت عن طريق الغلط. فاول فيديو هتلاقيه موجود على طول اللي هو تحديد نوع المعالج. وبالمناسبه الموضوع دوت مهم جدا، ويا ريت الفيديو دوت يتسمع، هتلاقيه موجود على طول في يعني تحت الفيديو دوت على طول اللي انت بتشوفني منه، هسيب لك البلاي ليست وهسيب لك الفيديوهات مرتبه. ونقول باستفاضه بسيطه ان تحديد نوع المعالج بيختصر من خلال الريموت، او بنسبه 75% بيتعرف من خلال الريموت، ما يشترطش اسم الريسيفر، لان انت عندك مثلا 100,000 اسم من الريسيفرات، فلازم يكون في قاعده محكومه للموضوعات. ايه هي القاعده؟ ان انا بعرفه من خلال الريموت. هنلاقي الفيديو دوت موجود تقدر تحدد بيه النوع المعالج بتاع الريسيفر بتاعك، وبناء عليه بتبدا تشترك في الموقع اللي هو الفيديو الثاني، طريقه الاشتراك في موقع مصراوي سات دوت، الموقع اللي انت حضرتك من خلاله بتقدر تجيب منه الملف بمنتهى السهوله وتبدا تكريته على الريسيفر بتاعك. ده كده بالنسبه لتاني فيديو اللي هو طريقه الاشتراك في مصراوي سات. طيب نيجي بعد كده على الفيديو اللي بعد كده اللي هو بعد ما حضرتك خلاص عرفت نوع المعالج بتاعك واشتركت في الموقع مصراوي سات، عايز بقى تقدر ازاي تجيب الملف دوت، برضو هتلاقي الفيديو موجود، وهنا ينشق الجزئين، نوع الريسيفرات الداكي او ال 1506 تي او التي في الى اخره. المهم ان انا اللي يهمني ان انت يبقى الريموت بتاعك موجود فيه كلمه تايمر. لو تايمر يبقى بياخد الملف اللي هو من نوع تايمر او الداكي، هتلاقي الفيديو بتاعه تفصيلا برضو موجود ازاي انت تجيب الملف بتاعه. هنت بسيطه بالذات في الريموتات اللي هي تايمر، بتلاقي عندك هنا كلمه سورس في تاني صف، يعني تاني صف على ايدك اليمين اخر زرار، بتلاقي كلمه اسمها سورس تحت الزرار الاخضر على طول، كلمه اسمها سورس تحت منها كلمه سات. سورس او سات دي معناها ان الريموت تايمر. طب لو لقيت سورس وتحت بدل كلمه سات ديت كلمه تايمر، يبقى برضو الريموت دوت اسمه تايمر او الملف دوت اسمه تايمر. هتلاقي الفيديو موجود برضو ازاي ان انت تجيب طريقه ملف. طيب نيجي بعد كده على النوع اللي هو الثاني اللي هو يخص السام بلس، اللي هو لو الريموت بتاعك ال ام او جو تو فوق. بكرر الكلمه، لو ال ام او جو تو فوق دوت بياخد ملف 90% او بياخد ملف الفانيليا الاولد نيو او الاولد القديم. مش هنتشعب بالتكنيك دوت، ولكن في حاله لو انت لقيت الريموت بتاعك موجود عليه ال ام في اخر زرار تحت خالص، او لو لقيت كلمه جو تو فوق في ثاني صف في الريموت من فوق خالص على ايدك اليمين، يبقى دوت بياخد ملف 90%. دوت هتلاقي الفيديوهات مرتبه تقدر ان انت تشاهدها وتقدر ان انت تحصل على الملف بمنتهى السهوله. طيب نيجي بقى للسؤال المهم، هو امتى بينزل تحديث على الموقع دوت؟ بينزل تحديث على الموقع دوت طبقا ل حسب لما بينزل ترددات جديده او في قناه معينه بتغير تردد، بتلاقي الناس مختصه ان هي بتعدل الترددات ديت وبترفع الملفات. انا بس كل اللي يهمني انا هفتح الموقع قدامك واوريك ازاي تختار الملف طبقا للتاريخ. لو انا جيت فتحت الصفحه بتاعي ايا كان ايه هو وليكن جوجل كروم، وجيت كتبت كلمه مصراوي سات، طبعا مصراوي سات ديت بعد ما حضرتك بتشترك في الموقع بكتب كلمه مصراوي سات، هنا كده بدوس على مصراوي سات زي ما انا، بيبدا يفتح لي هنا السكشن او كل دوت شرحناه طبعا، السكشن اللي موجوده على قلب الموقع. انا كل اللي يهمني لو انت ريمودك تايمر او ال ام تحت خالص او جوتو فوق، بتختار على قسم اسمه الصن
بلس. ادي قسم السام بلس هو زي ما هو موجود هنا. بلاقي هنا عندي حاجه اسمها ملفات المعالجات السام بلس، بدوس عليها بالشكل دوت، بيبدا ان هو هنا يقول لي يعرض لي الملفات. ادي هنا دوت لو انت ريموتك تايمر بتلاقي كلمه دي كي، ميزها دايما بكلمه دي كي. دي كي معناها داكي اللي هو تايمر. فبتلاقي هنا مثلا ادي يوم امس، يعني دوت بتاريخ 25/6 اللي هو لسه نازل النهارده طازه، لسه نازل طازه. فلو جيت نزلت تحت شويه بتلاقي بقى اقدم، اقدم في التواريخ يعني اقدم في الملفات، ده 11/6. يبقى انا انزل 11/6 ولا 25/6؟ لا انزل 25/6 لان هو هيديني ابجريد احدث للترددات. فمش هطول في الموضوع دوت كتير، المهم ان انت انا شارح الموضوع تفصيلا في كل فيديو. كل المطلوب منك ان انت تسمع كويس، وبناء على سمعك انت هتبدا تعمل ابلاي للملف اللي هو المطلوب. ده كده بالنسبه للريسيفرات اللي هي السام بلس بالكامل، انا حصرتها لك في الجزئيه ديت. لو الريموت تايمر او الريموت جو تو فوق او ال ام تحت خالص، تقدر تخش تحمل الملف بمنتهى السهوله ومشروح الكلام دوت بالتفصيل. وفي الحلقات الجايه هنبدا نتشعب في نوعيات ريسيفرات ثانيه، وهنبدا ان شاء الله ان احنا كمان نعمل فيديوهات تخص الصيانه وشروحات، يعني ان شاء الله تستوفي وتنال اعجابكم يعني. فلو انت لسه ما اشتركتش في القناه، ابدا اشترك فيها وانتظر مني كل جديد. واتمنى طبعا الناس اللي هي بتسمعني ما تنساش او ما تبخلش علينا بلايك وكومنت مناسب منك. فبشكركم جدا وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.